بالنسبة للتقسيم الجديد اللي داروا في التقسيم اللي خرج دابا، كنشوفوا بأن حنايا المنطقة ديالنا كانت مقصية ديجا، فهاد التقسيم الجديد غتولي تقصى كثار. مثلا نزيدوا في التهميش ديال المنطقة ديال صنهاجة اللي كتكون تقريبا على حسب الإحصائي ديال 2024 أزيد من 200,000 شخص، 200,000 نسمة. إذا حنايا كنا كنأملوا بأن العملية تكون في ترقيس باش يكون تقريبا الإدارة على المواطنين. دابا كنشوفوا حنا تبع الإدارة على المواطنين. بالنسبة للتقسيم الجهوي الحالي، شريكة جمعية محلية تنموية تلقى بأن رفض تقسيم وانتين لما مبنيش على أسس علمية، وكنعتقد حتى الطريقة ميزي ديفوغ وتشاور نشيلة قبل الهيئات واستحضر نشيلة العنصر التاريخي ولا التنموي كي قلت تقسيم وانتين. وبالتالي اقترحنا شريكة جمعية فاعلة قبل المنطقة نلقى بأن تقسيم الجهات الريف الكبرى كيما نظر حتى القصر الكبير هو ضري أنه من أجل إقلاص ديال المنطقة الحسيمة المناطق كل شيء من الريف باش نلقى زداد نواكب الأوراش الكبرى قد التنمية على كل المستويات. وشكرا. هذه الحقيقة الجهوية المقترحة من طرف اللجنة مع الزمان وتشيل لجنة سياسية لا جهوية سياسية ولا جهوية موسعة ولا حتى جهوية، لأنها مجرد لجنة مقاربة أمنية للتدبير الإداري الترابي ويكسبوا الشروط الكافية باش تسمى جهوية سياسية. بالنسبة لزينام زيارو زار بأن المغرب يبقاج باش يطرح المفهوم الجهوية الحقيقي أمو خدشاكي الفقه الدستوري أمو خدشاكي التجارب المقارنة عبر العالم. وذانيتين انتاف بأنه خلي النخب السياسية في المغرب وجن بزاف باش يضمنن بس المقاربة الجهوية على اعتبار أن الأحزاب السياسية كلها تقريبا تنتمي إلى حقل الاستبداد، إلى حقل التحكم، إلى حقل التفكير المركزي. وما ينتفمنايا ينتفمني بالتجارب النماذج التنظيمية للأحزاب السياسية جلمان. إذا المقاربة يا ثاني تين الدوسيين خلق ضعندي وذا النهارة أنه في تعجيب خاصه ببعض الجهات أما في الجهة الناس أما الجهة الصحراء في الجقس من الثلاثة تكون منشين تف يوذنينا وخلاص نجن الرأي مخالف، ولكن مع الأسف الشديد أن النخب السياسية الأحزاب السياسية شبه متفقين كلهم على القبول بالمنحة كيف ما كانت النوع من المنحة. شخصيا المقاربة الجهوية نجا المقترحة أرفضها جملة وتفصيلة لسبب بسيط، وهو أنها لا تلبي حتى المصلحة الوطني المغرب. أمو حنا في المقالات السابقة أن المقترب الجهوي في المغرب خص تغييري الجواب خص ضع إكجان للصحراء من المغرب بحيث تريد المدخل باش يوذان الشعب والمواطنين اللي جاو للصحراء. هذا في خصني نتيجة نموذج بديل للمشاركة السياسية للتسيير لتقاسم السيادة والثروة عبر الجهات ديال الوطن، لأن هذا الحل مزيان حل مشكل الصحراء. المغرب في الحقيقة اقترح باش نموذج الحكم الذاتي متطور مهم جدا مرتبط بالوثائق بالنسبة للمواطن، وبالتشف بأن المقاربة اللي مهمة ولكن تصرح ماشي ديال الصحراوات بل تصرح في المغرب أمنكم باش جميع المناطق غاصن تيلي جهوية حقيقية، غايس تقاسم السيادة، غاس بعد سياسي، غاس بعد تنموي، غاس بعد تضامني جل جهات. مقاربة يتنا الزمان تقسيم وانتين الأخير لا يعكس الروح الثانيتين ولا الإرادة السياسية العميقة نتجا طرحت بعض النخب السياسية. الدور غارق
عارف وتجيبو ديال الزيت باش تقسم لينا امو خصك ولا باش تحكم امو خصك عارف ديال المنطقه التاريخ خاص اللغه خاص البعد الثقافي خاص الانفتاح الضفه المتوسطيه مره واحده الابعاد كلشي ديال التقسيم بلي ما منايا غلط ديال الجلبه وين تنزل غياب الحوايج امتينا ديال التقسيم وين شخصيا كمواطن رفض المقاربه جمله وتفصيلا قد يكون يتساءل المواطن عن البديل مستوى الريف من الماء الى الماء المقربه مكرسه بالتجربه الملائمه نير الريف حتى ما غاتاو شكوبيتا واخا نهار وكم بشكوبيتا كم غادا عشوا نير الريف اثنجدا نحن نبدأ ويا ويا وها الحسيمات الدريوش الناظور نير الريف نجمعينا كلشي الشمال شقار نوع المقاربات نتجان مجتزأة نتجان يتحكم ليش نتل هوا تازل شمالي قانوع المقاربات غلط لأنه مرن في الصلاح الموجود أولا في القرعي في جيت يقيت مثلا في المناطق يعني كونات الفاس بالعكس مش قال انه وربما استغرب من ربعه بيغلا قال انه ما دام وجب الشروط السياسيه ديال المغرب ما دام النخب السياسيه غير مؤهله ديال المغرب باش نخوض في الموضوع الجهويه ما غاو نسكت ديما هنايا بالعكس ما غاو نتفتش التفكير السياسي انه نتفق ديال المغرب أن تجي الحكومة الوحدة الوطنية هذا يشنكير الملفات الحارقة الملفات الكبرى الملف الإصلاح السياسي الملف الإصلاح الصناديق الصناديق التقاعد وغيرها من الصناديق الملف النقاش التنزيل الدستور المغربي لجميع المضامين بما فيها الجهوية بمعنى نكشر وقت المغاربة ثم نكشر الحكومة الوطنية مع حل المشاكل هذا يصير التكنوقراط هذا يستوامثل من جميع الأحزاب ولكن نتيري المهمة الوحيدة هي مهمة تلبية المطالب الملحة للشعب المغربي ذا يزار ممكن أن نقش في المصير الجمهورية غير غير الملاحظة في الخارج في السنة 20 إذا نجد الحريص في الجهوية بجهد نتيجة جمعية أن نتيجة حركة معينة تدرس الأفكار والاقتصاد والسياسة بكل وضوح قد يفرض باش نواجه الحقيقة أن كان جميل مستقبل نار ريف مستقبل المغرب بروح متضامنة وتحياتي.